قانون جديد للتصالح مع رجال الأعمال أعلن المجلس العسكري المصري أنه بصدد دراسته بعد فتح ملفات الفساد المالي بعد الثورة وثبوت حصول مستثمرين على امتيازات وأراض بأقل من أسعارها العادلة أو بالتخصيص المباشر دون وجه حق. يعني يدفع فرق سعر المتر الأرض اللي خده في وقت الشراء إذا كان أقل من السعر السوقي في ذلك الوقت بيدفع الفرق، أو شركة اشتراها بثمن أقل يدفع الفرق. لو دفع الكلام ده يتم بقى حفظ التحقيق بالنسبة له وتنتهي القضية. التساؤل الأكبر الذي يدور حاليا حول هذا القانون هو هل سيستفيد منه كل رجال الأعمال المتسائلين حاليا أمام السلطات في تهم فساد مالي؟ فقد شهدت الفترة الماضية عدة أحكام ببطلان عقود مشروعات كبرى ودعاوى أخرى بسحب أراض خصصها النظام السابق لمستثمرين سجن على إثرها احتياطيا عدد كبير من رجال الأعمال ووزراء سابقون. لن يستفيد كل رجال الأعمال، حيستفيد رجال الأعمال فقط اللي هم حصلوا على هذه الأراضي بسعر أقل من سعرها الحقيقي، ويتم التسوية والمصالحة بدفع الفارق ما بين السعر اللي هم اشتروا به والسعر الحقيقي، وبالتالي سيستفيدوا من قانون المصالحة ما لم يكونوا قد ارتكبوا جرائم جنائية أخرى زي جريمة الرشوة أو استغلال المصالحة. إعادة الثقة في الاقتصاد المصري وعودة الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد بعد توقفها شبه التام فوائد مباشرة لقانون المصالحة، والذي قد يؤدي إلى إعادة ما يقارب 5 مليارات جنيه في رأي خبراء إلى خزينة الدولة. هيمكنني أن أنا أجلب للموارد بتاعة خزينة الدولة اللي بتعاني من عجز موارد إضافية ممكن تخليني أقلل المديونية، وممكن أقلل الاقتراض الجديد من سندات الخزانة أو من البنوك أو من الخارج، فبرضه له تأثير إيجابي على خزينة الدولة. اللجوء للتحكيم الدولي تهديد واضح أعلنه مستثمرون مصريون وعرب في الفترة الماضية بعد تضررهم من أحكام قضائية ضد مشاريعهم في مصر، وهو المجال الذي يلعب فيه قانون مصالحة دورا إيجابيا لصالح الأطراف كافة. هذا القانون يقي مصر من لجوء رجال الأعمال إلى التحكيم الدولي اللي كان هيترتب عليه، أن التحكيم الدولي كان هيصدر أحكام لصالح هؤلاء المستثمرين اللي هم رجال الأعمال، بالإضافة إلى تعويضات كبيرة تعجز عنها خزانة الدولة المصرية. عاصم أبو الغار، اليوم على الحرة، القاهرة.